ناخد الكارت اليمين. طيب بص، هو السؤال حلو ومهم، بس في ناس بتزعل منه، يعني انا مش عارف ليه بيزعلوا منه. طب قول لي السؤال الاول عشان مش ماشي. احكي لنا قصه اكتشافك لزيزو وازاي رشحته للزمالك. طب ليه؟ لا الناس تزعل ليه؟ في ناس بتزعل. طب هو زيزو، انا حكيت الموضوع ده مره واثنين وثلاثه قبل كده. زيزو كان محترف في البرتغال في نادي فلورنسي، وكان فقد الاقامه بتاعته، وانا كنت المدير الفني لنادي المنيا. طلبني الاداري بتاع نادي المنيا وقال لك كابتن طارق في ولد من المنيا محترف في البرتغال ومش عارف يسافر وعايز يجي يتمرن تمرينتين معاك يجهز فيهم. يشرف وينور، اهلا وسهلا، هاتوا. جه اتمرن تمرينه واحده شفته فيهم، فسالته قلت له انت ايه يعني، فهمني بقى القصه يعني. انت ايه؟ الامكانيات انت ايه؟ انت ايه؟ بجد قلت له كده بجد والله، على الدكه في ملعب استاد الجامعه في المنيا. يعني فهمني انت ايه الامكانيات دي والستايل الاوروبي والتمرين الجد جدا واللي مش بياخد اي حاجه بهزار ومركز جدا في تمرينه، هو اصلا المفروض يجي يهزر يستمتع يجي يتدلع. لعيبه المنيا اللي هي المفروض داخله مسابقه مش يعني مش واخدين الامور، مع ان انا في شغلي لا انا صعب جدا، اهم حاجه صعب جدا في الحته دي. انما لا، في اختلاف مستوى كبير وفرق كبير جدا. طب انت عايز ايه؟ قال له والله انا عندي 1 2 3 4 والقصه اللي انا حكيتها لك دي. فضلت انا، لان انا جربت الموضوع ده الفتره الاخيره لما اتكلمت عن زيزو بطريقه غير مباشره تمت. لما بتكلم بطريقه مباشره مفيش حاجه بتتم. مفهوم. فكان في الفتره دي صديق شخصي ليا وكان صاحب قرار تعييني مع الكابتن هاني رمزي في نادي الاتحاد السكندري، وهو اللي كان جايب الكابتن هاني التعاقد بتاع الاتحاد، الوكيل بتاع جروس. طلبته قلت له في ولد كذا 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 كذا، قال لي انا الولد ده انا كنت نقلته قبل كده من بلجيكا للبرتغال من نادي اللي هو بتاع الاستاذ ماجد سامي ليرس. نقله من ليرس لنادي في البرتغال غير فلورنسي. قال انا عارف الولد لعيب كويس جدا وامكانياته كويسه، بس هو عنده مشكله. ايه؟ ان هو مش عارف يسافر تاني. طب ايه المانع ان احنا نوديه الزمالك؟ قال لي طب اقعد معاك. جبته المنيا وقعدته معاه هو وابوه، واتفقت معاه على كل حاجه، اللي انا عايز الواد ده يلعب في الزمالك. غير كده ما تقوليش، لا تقول لي بقى مش عارف. طبعا خد الفيديوهات بتاع الولد وهو عارفه كويس ورشحه للاستاذ امير مرتضى، وكان ساعتها الكابتن اسماعيل يوسف عضو مجلس اداره، ووراهم الفيديوهات. امير اقتنع جدا بالموضوع وشاف الولد اضافه كويس. والموضوع كان هيبوظ بعد شهر. ليه؟ جروس وافق في الاول وبعد كده رفض. انا سمعت ان جروس فعلا كان رافض زيزو. وبعد كده خد ريسك على نفسه الاستاذ امير مرتضى، وافق على الموضوع وقال له انا هتحمل مسؤوليه الولد ده، وان انت مش عايز تلعب ما تلعبوش براحتك. وبقى زيزو احسن لعيب في مصر. سبحان الله.